صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك. تابعوا معنا حصريا حفلات عمو يزيد عبر مدن الوطن. أنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. وقتاش تاريخ والسنة تأسيس جمعية العلماء المسلمين؟ 5 ماي 1931. برافو. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون. هذه المرة حفل مدينة قسنطينة. قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي. شكرا عمو يزيد على الحفلة اللي درتها لنا، ان شاء الله تعاودها لنا مرة ثانية. ونشكر عمو يزيد اللي جانا المرة الثانية لقسنطينة، ونتمنى ان شاء الله يعاودها لنا ان شاء الله ويفرحنا ان شاء الله. في التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.